حقيقة الشعب الفلسطيني ويعرف معاناة الشعب الفلسطيني. صار العرس الجماعي هذا كثير فرحنا وكثير عطى امل لكثير عرسان انهم يعني يقدموا في حياتهم الزوجيه. انا بالنسبه لي شخص ما كنتش احلم يعني انه هو الحلم الطبيعي للشاب في غزه انه يشتغل ويتجوز، انا بالنسبه لي ما كنتش لا عندي امل لا اشتغل ولا اتجوز.